في واحدة بره مصرة إنها تقابل حضرتك. واحدة مين؟ مش عارفة، بس هي بتقول معرفة قديمة لمستر هارون. دخليها. مالك بتبصيلي كده ليه؟ هتتفرجي عليا كتير؟ يو، مش هتقولي لي كفارة؟ ده أنا حتى جاي أرد لك الزيارة. البركة فيكي، خليتيني رد سجون. واو، ده أنت قلبك ميت بقى، مش خايفة؟ صاحب الحق يا أختي ما يخافش، أنت اللي خايفة ومرعوبة مني. سمع ركبك وهي عمالة تخبط في بعضها، عمالة تقولي لنفسك يا ترى نصرة هتعمل فيا ايه؟ يا ترى نصرة هتعمل فيا ايه؟ لا، ما انا مش هقولك انا هعمل فيكي ايه، هخليها لك مفاجأة او ربنا. اصل انا بحب المفاجآت قوي. انا عارفة ان انت ما تقصديش الكلام اللي انت قلتيه دلوقتي، عشان انا لو حسيت ان انت تقصدي الكلام ده هخليكي ترجعي مكان ما كنتي. انا عذراكي، واحدة عمرها ضاع وبقت رد سجون بعد ما اخواتها مرموها، وبنتها الله يرحمها هي كان اسمها ايه؟ سلمى باي. انتي صعبانة عليا يا نصر، انا بتكلم بجد. واحدة غيرك لو ما كانتش ركبت دماغها كانت بقت في حتة تانية خالص. بصي اخواتك بقوا فين وانتي بقيتي فين، بس احنا ممكن نتفاوض. حق اتكلم فيه ويمكن اتنازل عنه، انما حق بنتي على موتي كله باذنه. بنتك الله يرحمها، زي ما انت هتسامحي في حق بنتك انا كمان هسامح في حق ابويا.